محمد، اهلا بيك. الو، معايا؟ احنا جايبين محمد ثابت صاروخ ومجدي في الطريق. كابتن محمد اهلا بيك. الو كابتن، ازيك يا ميد؟ يعني مش عارف ابارك لك ازاي. طبعا انا كاني معاكم بالظبط، ومبسوط جدا ان حد من جيل انا شخصيا يا ثابت يكون كده، يعني بعد ربنا ليه الفضل في صعود نادي، ونادي كبير كمان بحجم اسوان. انت وحد مميز جدا بالنسبه لي، مجدي عبد العاطي، الف الف مليون مبروك ليكم. اقول لك شكرا يا كابتن حميد، وطبعا شكرا لقناه النادي الاهلي. طبعا هي طبعا انا اولا بنتمي للنادي الاهلي، وليا شرف طبعا ان حضرتك تعمل مكالمه معانا. اقول الحمد لله بفضل الله سبحانه وتعالى، واشكر ربنا سبحانه وتعالى على الصعود. ان شاء الله باذن الله تكون اسوان ليها شكل باذن الله في الدوري الممتاز، وليها تواجد محترم ان شاء الله. يعني هدعوكم بقى ان انتوا تكونوا موجودين هنا مع مجدي عبد العاطي ومعايا ان شاء الله في الاهلي عشان نحتفل بيكم يا كابتن صاروخ، ولا هتقول لي من دلوقتي اصل انا بقى نشوف ونفكر وكده؟ لا يا كابتن، انت عارف يا النادي الاهلي طبعا لو قال لي ايه انا ممكن اجي عندك من الليل عادي. طبعا النادي الاهلي طبعا بيفضل بعد ربنا سبحانه وتعالى عليا انا شخصيا، وبننتمي ليه. وطبعا كفايه يا كابتن عبد الحميد كده بتعمل مكالمه وبتهنينا وبتبارك فينا، طبعا ده بفضل ربنا سبحانه وتعالى. بقول الحمد لله ان شاء الله كابتن، وانا تحت امرك ان شاء الله. كان موسم صعب يا ثابت. اكيد يا كابتن حمد، حضرتك عارف طبعا هنا الاجواء والملاعب، طبعا كابتن الملاعب في الممتاز واحنا بنشوفه بنعاني منها، ما بالك في الدرجه الثانيه. اقول الحمد لله طبعا احنا كمان كابتن باتين من رمضان، موسم طويل علينا، مباراه طبعا صعبه جدا. طبعا اقول للناس المصريين انهم مصريين كتير جدا يا كابتن، احنا اقل سفريه مثلا بنيجي نسافر، اقل سفريه بنسافرها 7 أو 5 ساعات، فنيجي نلعب مثلا في اي حته، يعني نلعب الفيوم ناخد 14 ساعه بالظبط. فبقول الحمد لله، بقول الحمد لله يا كابتن، بقول الحمد لله. كانت فرحه طبعا عارمه النهارده في اسوان يا كابتن صاروخ. اكيد طبعا يا كابتن حميد، والناس طبعا بشكر جوه اسوان في اتش وقبل اخوان، الناس واقفه جنبنا من اول الماتشات، من اول الدوري لغايه اخر لحظه، وجاي النهارده كانوا في الطاهره، والحمد لله قدرنا الحمد لله نحقق الفوز الغالي النهارده، ونرجع لهم مكانتهم الطبيعيه في الدوري الممتاز. والله ان شاء الله باذن الله بنعودهم ان شاء الله باذن الله، اللي جاي افضل باذن الله. اكيد. كابتن مجدي معاك ولا بعيد عنك؟ كابتن، طبعا. طب اكلمه لو سمحت. انا كابتن حن. مبروك يا كابتن مجدي. كابتن ميد، ربنا يبارك فيك. انا مش عايز اقول لك، انا عن نفسي والله العظيم الفرحه مش سيعاني انا شخصيا يا مجدي. ربنا يبارك فيك حبيبي، شكرا كابتن ميد. الف الف مبروك ليك والصاروخ ولكل اسوان. الحمد لله، ربنا يخليك، متشكر جدا يا ميدو. يعني الحمد لله، انت عارف الشغل في الدرجه الثانيه يا ميدو قد ايه صعب، وقد ايه بيبقى فيه ضغوطات، وقد ايه بيبقى فيه مشاكل. لو ما كانش فيه مجلس اداره كويس، ولو ما كانش فيه الحمد لله جهاز فني متفاهم وفي علاقه كويسه بينه وبين اللعيبه، ما كناش قدرنا نوصل اللي احنا وصلنا له. الحمد لله، بفضل من ربنا بنأدي العوده الممتاز دي لروح الفقيد تامر بنتو وعضو مجلس الاداره السابق. كان الناس اللي كانت مجتهده جدا معانا كجهاز، وكانت تعاملها بشكل كبير جدا. طبعا ببارك للسيد اللي هو احمد سليمان رئيس مجلس الاداره، كل اعضاء مجلس الاداره وكل جمهور اسوان بيستحقوا الفرحه دي، ويستحقوا ليكم في المكان الطبيعي بتاعهم ان شاء الله في الدوري الممتاز. اكيد يا مجدي. وانا بقى بقول لك بالنيابه عن جيلنا احنا في انبي، يعني دلوقتي بدانا نجني ثمار تعبنا فيكو. الحمد لله، الحمد لله، الحمد لله يا مجدي. احنا لسه كل واحد فينا الحمد لله بياخده خطواته الاولى كمدير فني، ان شاء الله باذن الله تبقى دي البدايه، وان شاء الله يبقى تالق باذن الله لكل الجيل بتاعنا. لان الصراحه انت عارف يا ميدو اكتر مني قد ايه احنا كنا مترابطين، وقد ايه كنا بنحب بعض، وقد ايه فينا الحمد لله ناس تستحق ان هي تكون في مكان المدير الفني، وبس تاخد الثقه من مجالس الادارات. ان شاء الله باذن الله يبقى في اكتر من اسم موجود باذن الله في الساحه الفتره ان شاء الله. اكيد يا كابتن مجدي. لكن سؤال بسرعه كده، وان شاء الله تكون معايا تنور هنا قناه الاهلي انت وصاروخ، واعمل معاكم بقى حوار كبير كده ونتكلم فيه عن كل كبيره وصغيره في مشوارك في الدوري الدرجه الاولى. قول لي، كنت متوقع ان انت تتوج بالصعود للدوري الممتاز يا كابتن مجدي؟ بص طبعا هو ما فيش حد يبقى بياخد خطوه كابتن ميدو بيبقى ضامنها، يعني كل طبعا كل حاجه بتوفيق ربنا، انت بتسعى وبتشتغل والباقي ده بتاع ربنا. لكن في حاجات بيقولوا ايه، بشاير او رؤيه للمستقبل. يعني انا اول ما تحدثت مع مجلس اداره اسوان حسيت ان هم عندهم ناس، عندهم طموح
وناس بتسعى او بتشتغل عشان تسعى. ده طموح كان متماشي مع طموحي كاول خطوه ليا، وانا عارف علاقه الكابتن مختار عامله ازاي، ان انا اسيب الكابتن في الوقت ده كانت خطوه بالنسبه لي صعبه جدا وخطوه كمان فيها ريسك كبير جدا، لكن بقول الحمد لله ربنا وفقني اجتهدنا واشتغلنا على قد ما نقدر. الحمد لله طموح مجلس اداره مع طموحنا ماشي جهاز شاب، الحمد لله ربنا كلله بالمجهود والتعب والحمد لله كلله بالنجاح يعني. والله مجدي انا يعني ببارك لك من كل قلبي صاحبي واخويا والمدرب، ان شاء الله تكون مدير فني متميز جدا جدا في الدوري الممتاز، وان شاء الله تحقق نجاحات كبيره جدا مع اسوان، وتكون بدايه لانطلاقتك لكبرى الانديه المصريه والعربيه ان شاء الله. كابتن مجدي وكابتن سلوك، الف 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 مليون مبروك ليكوا ولكل جماهير اسوان. شكرا.